اختتام بطولة العالم لسباقات الدرونز بمدينة جدة ومنح الشهيدين الراكة البكالوريوس الفخرية من جامعتهما في أمريكا. وتتابعون أيضا في هلا جامعة شقرة تجدد دعوتها للأكاديميين السعوديين، وشرطة القصيم تكشف تفاصيل امرأة ادعت خطفها، هيئة الترفيه تستعد ليوم وطني مميز وفعاليات مختلفة. طبعا مساكم بكل خير، أنا جمال المعيق أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من يا هلا. اختتمت فعاليات يوم أمس لسباق الدرونز مع أمهر المتسابقين العالميين وأكثرهم احترافية على اللقب، الذين تنافسوا على بطولة العالم الثالثة لسباقات الدرونز التي نظمها الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز، إذ احتضنت فعالياتها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة على مدى يومين. التفاصيل في سياق هذا التقرير. عشرة من نجوم الدرونز العالميين في حضرة الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز في ختام الجولة السابعة والأخيرة من البطولة الثالثة لسباقات الدرونز، والتي تخللها ثلاثة مراحل عنوانها العريض الخطأ لا مجال له في مضمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ليشهد الحضور منافسة شرسة بين المتنافسين المشاركين بمختلف ألوان طائراتهم على مدى يومين. ليكون الختام بالأمس في النهائي الكبير بعدد جماهيره الحاضرة ومحبين رياضة الدرونز، إضافة إلى مضماره الذي أثار إعجاب المشاركين بمختلف دولهم، لتظهر الجولة الختامية بجمالية كبيرة أكان بسرعة الأداء والأحداث أو مستوى التركيز العالي الذي ظهر به المتسابقون العالميون، ليكون هذا الحدث فرصة مهمة لجذب الشباب إلى نوع جديد من أنواع الرياضات الحديثة وتوفير مناخ ملائم لهم بمختلف أعمارهم، يمكنهم من الإبداع والتميز في مجالات الرياضة والتقنية على حد سواء. لذلك تخللت الفعالية العديد من البرامج التعليمية والورش التدريبية في خيمة الاتحاد السعودي للأمن السبراني، إضافة إلى جولة الزوار على أجهزة محاكاة رقمية لطائرات الدرونز العالمية والتي قد تسهم في اكتشاف العديد من المواهب السعودية. في خبرنا الثاني، جددت جامعة شقرة إعلانها ورغبتها في استقطاب وتعيين أعضاء هيئة التدريس السعوديين ممن يحملون المؤهلات العلمية المطلوبة في تخصصات الطب والهندسة، في عقاب ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح مدير الجامعة. ودعت الجامعة إلى من تنطبق عليهم شروط التعيين إلى تقديم طلباتهم. كشفت شرطة القصيم حقيقة المقطع الذي زعمت خلاله امرأة تعرضها للاختطاف، مؤكدة بأنه تم رصد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تدعي من خلاله تعرضها للاختطاف. وتوضيحا للواقع، فإن تلك المرأة صدر بحقها أمر من النيابة العامة بالقبض عليها، وكانت وقت تسجيل المقطع بداخل أحد الشقق المفروشة بمدينة بريدة.
منحت الولايات المتحدة الأمريكية الشهيدين المبتعثين ذيب وجاسر الراكع شهادة البكالوريوس الفخرية في التخصصات الهندسية عبر جامعتيهما، وذلك في حفل أقيم بجامعة ويسترن نيو إنجلند. كما أعرب رئيس الجامعة الدكتور أنتوني كابريو عن تقدير الجامعة والمجتمع الأكاديمي كافة للعمل البطولي الذي قام به الشهيدان والتضحية بأرواحهما من أجل إنقاذ الطفلين في النهر. نحن أيضا نقول للطالبين رحمهما الله: رحلتم ولم تمت أفعالكم، ولا تزال ألسننا تلهج بالدعاء والرحمة لكما والمغفرة. رجال أنتم أبناء هذا الوطن، أينما حللتم ووطأت أقدامكم في الحد لكم صولات وجولات، وفي كل أرض شرفتم الوطن وأهله. فاصل ونعود. مجددا أهلا بكم، نرحب بكم في موضوع حلقتنا في هلا لهذه الليلة حول استعدادات هيئة الترفيه لليوم الوطني. تستعد الهيئة ليوم وطني مميز بأكثر من 135 فعالية مختلفة، خيارات مختلفة على نطاق واسع في شتى أرجاء المملكة. تفاصيل أوسع حول هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن الخليفة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للترفيه. اهلا بك استاذ عبد الرحمن. اهلا وسهلا، شكرا لتلبيه الدعوه. ومساك خير وسعاده. مساء النور، الله يحفظك. اهلا وسهلا. نبغى ناخذ جوله كذا عن ابرز استعداداتكم لليوم الوطني. طبعا الحمد لله احنا السنه هذه افضل من السنه السابقه، استعدينا من بدري، جهزنا ورتبنا ما يخص اليوم الوطني، لانه موسم عظيم بالنسبه لنا، موسم يفرح فيه كل الناس، موسم للوطن، من الوطن للوطن. نستغل هذه المناسبة نقول كل عام والوطن بخير. طبعا هذا حدث كل الناس مهتمين فيه، كل الجهات مهتمة فيه، طبعا كل الجهات تظهر مظاهر الفرح، مظاهر السعادة، مظاهر البهجة بهذا اليوم الكبير بالنسبة لنا، أو الموسم نعتبره طبعا في نهاية الأسبوع. الفعاليات 135 فعالية صحيح. طبعا رزنامة اليوم الوطني لهذه السنة هي نتاج توحيد الجهود بين جهات مختلفة. احنا نتكلم عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات، نتكلم عن هيئة الرياضة، الثقافة، الترفيه، نتكلم عن وزارة الإعلام ممثلة فيها مركز التواصل الحكومي. كل هذه الجهات مع جهات أخرى مختلفة مثل الجهات الأمنية كلها توحدت وجهودها توحدت مع الجهات الأخرى لغرض إنشاء رزنامة موحدة ممكن المواطن أو المقيم موجود في المملكة العربية السعودية يوصل لها بشكل سهل وشكل ميسر ويحصل على كامل المعلومات الخاصة بالفعاليات. طبعا ما ننسى هيئة تطوير الرياض مشكورة، قامت أيضا على تطوير منطقة قصر الحكم، وفي تجهيزات كبيرة إن شاء الله راح تكون في اليوم الوطني في هذا المكان. جيد. طيب لو بغيت أبحر أنا وأنت شوية في تفاصيل العمل اللي قاعدين تصنعونه اليوم لليوم الوطني، دائما الأحداث الوطنية تحمل رسالة في الغالب، هل في ثيم معين اليوم عملتوا عليه من خلاله يمكن أن توصل هيئة الترفيه والمنظومة كاملة رسالة لكل من يحضر هذه الفعاليات؟ صحيح. طبعا الهدف من هذا اليوم الناس تطلع تنبسط، تعيش البهجة والسعادة، تفرح بفعاليات متنوعة موجودة في كل مكان متاحة للجميع، وهذه يمكن أركز عليها متاحة للجميع. المقصد فيها كل الناس تطلع تنبسط، كل الناس تبتهج، كل الناس تقدر تروح لأي فعالية بالمجان. كل الفعاليات لليوم الوطني المقدمة من هيئة الترفيه والهيئات الأخرى والجهات كلها بالمجان، ف يعني الغرض منها الناس تطلع تنبسط وتستانس. يعني هذه أكثر رسالة ممكن نقدمها. إذا احنا نتكلم عن محتوى الفعاليات، محتوى الفعاليات طبعا مهما كان، يعني مثلا عندنا عروض عالميا تكون موجودة في المملكة العربية السعودية، ممكن نستقطب شركات من الخارج، لكن نهتم أنه يكون المحتوى محتوى محلي،
محتوى مركز على اليوم الوطني، يقدم رسالة للبلد للوطن عبر ملحمة وطنية، عبر قصة، عبر محتوى خاص باليوم الوطني. مثلا إذا أخذ لك مثال أخي جمال بشكل سريع، يعني من الفعاليات الضخمة الكبيرة راح تكون في مدينة الرياض سيرك دو سولي في استاد الملك فهد في اليوم الوطني. قصة سيرك دو سولي، سيرك دو سولي طبعا عرض سيرك عالمي مشهور جدا يقام في أكثر من مكان حول العالم. إذا احنا نتكلم عن العرض اللي يقدم في المملكة العربية السعودية، هو عرض خاص. العرض خاص في السعودية، ينقل تاريخ السعودية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها بشكل جميل وسلس للحضور، يوصل رسالة عن الوطن بهالمناسبة العظيمة اليوم الوطني. إذا نبغى نتكلم بلغة الأرقام اليوم أستاذ عبد الرحمن، هل لنا نعرف مثلا حجم الأشخاص اللي عملوا اليوم على هالفعاليات الكثيرة؟ هل تملك أرقام من طبعا ما عندي أرقام دقيقة الآن، لأنه ما شاء الله حتى العدد زيد من ناحية متطوعين ومن ناحية ناس يبغون يساهمون إلى اليوم ويراسلونا برغبة رغبتهم في المساهمة في اليوم الوطني والتطوع والتعاون معنا. لكن صناعة جاذبة صراحة يعني. أكيد أكيد، إحنا نعمل يعني هيئة الترفيه تعمل لوحدة تقريبا مع أكثر من 20 شركة بشكل مباشر، غير الشركات غير المباشرة اللي تتعاقد مع هذه الشركات لأغراض مختلفة أو أشياء متخصصة. طبعا العمل ضخم والعمل كبير، الأرقام كبيرة، لا من ناحية الشركات القطاع الخاص اللي تعمل معنا واللي نحاول فيها خلق سوق تنافسي متوازن بين العرض والطلب، متوازن بين ما يقدم من فعاليات من هذه الشركات وما يطلبه الناس من تنوع، من قابلية في الفعاليات وأيضا محتواها المميز. يعني إذا نعرج على مثال ثاني الفعاليات الضخمة اللي راح تكون في اليوم الوطني، عندنا فعالية البريق الأخضر راح تكون في مركز الملك عبد الله المالي. فعالية البريق الأخضر؟ البريق الأخضر نعم، فعالية البريق الأخضر تستخدم تكنولوجيا الإضاءة والليزر بشكل جميل وتنعكس على المباني، جزء من مباني المركز. فهذه من الأشياء المميزة اللي نجيبها اليوم الوطني لهذه السنة. طبعا هذا استكمال مثلا اللي عملناه في برج المملكة السنة الماضية أو اليوم الوطني صحيح. الماضي إذا بتاخذ شيء ثاني مثلا كمثال، احنا استحدثنا نوع جديد من الترفيه، كرنفالات الشارع. كرنفال الشارع في اليوم الوطني الماضي كان في التحلية، السنة هذه في طريق الأمير تركي الأول، راح يكون في مكان أكبر، مكان أوسع، تعلمنا من أخطاء سابقة، من ضيق المكان، وجوده في وسط الرياض، أخذنا منطقة مفتوحة، منطقة ممكن تتسع لأعداد أكبر من الحضور في اليوم الوطني. فهذه الفعاليات مثلا في الرياض، إذا مثلا نتطرق على فعاليات مثلا جدة، طبعا جدة التاريخية راح تكون مليئة بالعروض الفلكلورية، عروض ثلاثية الأبعاد، نتكلم عن عروض الليزر راح تكون موجودة، أيضا جولة جميلة في جدة التاريخية ممكن الواحد يأخذها عن طريق معرفة التراث أكثر والمحتوى الخاص بالبلد اللي نفتخر فيه. نتكلم عن فعالية أخرى، وطن الطموح، راح تكون في كورنيش الحمراء. النور نورك يا بلد تستخدم تقنية جديدة، تقنية الـVR أو تقنية الواقع الافتراضي. ممكن أي أحد يستخدم هذه التقنية ليتعايش مع البلد وماضيه وحاضر ومستقبله. فهذه أشياء تاخذ جولة كذا. نعم هذه أشياء نقدمها إحنا لأنه ودنا أنه مجال الترفيه بالكامل يتطور ويقدم تقنيات جديدة، تقنيات معاصرة تنقل لنا الترفيه بشكل مختلف. طيب اسمح لي أن ننتقل إلى هذا الفاصل ثم أعود معك لاستكمال حديثنا. فاصل ونعود. مجدداً أهلاً بكم، نواصل حديثنا عن استعدادات هيئة الترفيه
اليوم الوطني 88. معي في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن الخليفة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للترفيه. أستاذ عبد الرحمن، قبل ما كنا نطلع فاصل تحدثنا يمكن وسهبنا شوي في تفاصيل هذه الفعاليات. إذا جاز لي أرجع بس شوية إلى اختصاصات هيئة الترفيه، أحد الأشياء اللي تضعونها اليوم في اختصاصاتكم هي إيجاد مؤشرات لقياس مدى نجاح هذه الفعاليات، مدى القبول، حجم الطلب. أعتقد أبغى تفاصيل منك. اليوم فعالية بحجم اليوم الوطني، كيف يتم تقييمها من قبلكم في الهيئة العامة والترفيه؟ قبل شوي تكلمت عن دروس مستفادة يمكن من العام الماضي من الكرنفالات اللي صارت بالشوارع، تفضل. صحيح، طبعا مثل ما ذكرت أخوي جمال، الهيئة العامة للترفيه تعمل في قطاع للترفيه جديد خلال سنتين، احنا نتكلم او تقريبا سنتين وشوي، قاعدين نبني على أخطائنا وقاعدين نبني نتعلم من السابق. يمكن اليوم الوطني السنة الماضية كان مميز، لكن كان في أشياء ممكن نعمل عليها، تعلمنا من هذه السنة، طورنا في الفعاليات. طبعا إذا احنا نتكلم عن أهم المعايير اللي ناخذها، اللي هو أول شيء طلبات الناس، طلبات الجمهور حقيقة توصلنا عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، عن طريق الإعلام، عن طريق القنوات الأخرى المختلفة والقنوات المباشرة. هذا معيار كبير يعلمنا الناس وش ترغب من قطاع الترفيه. احنا ما نتكلم عن قطاع الترفيه فقط فعاليات، احنا قطاع الترفيه أوسع وأشمل، يدخل فيه مدن الترفيه العائلية، يدخل فيها الملاهي، يدخل فيها تطوير الحدائق العامة، يدخل فيها أيضا جانب الترفيه الرقمي، فكل هذا ضمن قطاع الترفيه. اليوم حنا يعني نعمل على شيء سريع وممكن نشوفه على الأرض اللي هو الفعاليات الترفيهية، لكن مستقبلا كل مجالات الترفيه راح تتطور، سواء من هيئة الترفيه أو الهيئات والجهات الأخرى مختلفة، وراح تنقل لنا مسمى الترفيه إلى مرحلة أخرى. أحد الأشياء نعمل فيها الفعاليات اللي هي أخوي جمال التقييم المباشر. أغلب الفعاليات اللي يحضرون فيها الناس، وهذا جزء من تطويرنا لتجربة الزائر، نضع أجهزة للتقييم. يمكن الأجهزة هذه ما هي يعني بعيدة عن الأجهزة المستخدمة في أماكن ثانية مثل المطارات أو مراكز أخرى مختلفة، سواء في السعودية أو خارج السعودية. هذه تقيم لنا بشكل مباشر رضا الناس عن أجزاء مختلفة من الفعالية، سواء ما يقدم من العرض الرئيسي للفعالية بشكل عام، الخدمات المصاحبة لها مثل الأكل، المشروبات، النظافة بشكل عام، كل هذه تعطينا معايير أسرع لفهم رضا الجمهور من كل فعالية. طبعا في معايير أخرى اللي هي مدى قابلية الناس للتذاكر، مدى قابلية الناس للحجوزات في غير اليوم الوطني، لكن بشكل عام احنا نتكلم عن معايير كثيرة ناخذها سواء من قبل الفعالية أو أثناء الفعالية عبر الأجهزة، أجهزة التقييم، أو بعد الفعالية عن طريق البحث مع بعض الحضور عن اتصال بهم، سؤالهم عن معلومات الفعالية ورأيهم عنها بعد الفعاليات أو على حسب حضورهم للفعاليات. جي، تحدثت قبل قليل أنه جزء كبير من الفعاليات اللي اليوم تعملون عليها اليوم الوطني 88 هي تقوم عليها بالطبع شركات منفذة للفعالية. سؤالي هنا عن حجم الشركات السعودية اللي تساهم اليوم في صناعة الفرح لليوم الوطني، إلى أي مدى أنتم في هيئة الترفيه وأنتم مقبلين على صناعة جديدة في البلد، إلى أي مدى تعتقدون أنه بالفعل الشركات هذه وصلت إلى مرحلة نضج معين، ليس النضج الكامل بأي حال، لكن هل تعتقد أنه في مساحة تحسين أفضل؟ وين هالمساحة؟ وش الشيء اللي ممكن تقدمونه لهم؟ طبعا واحدة من الأشياء الرئيسية اللي أسست لها هي الترفيه، تطوير قطاع الترفيه. وإذا احنا نتكلم عن تطوير قطاع الترفيه، قطاع الترفيه حتى يتطور لازم نخلق شركات متنوعة مختلفة تخلق لنا سوق يقدم هذه الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية. اليوم احنا فخورين بأن الشركات اللي نعمل معها بشكل مباشر تعدت 200 شركة. رائع.
قبل كانت الشركات اللي في مجال الترفيه ما تنعد على أصابع اليد. طبعا كل الشركات هذه شركات محلية سعودية والقائمين عليها شباب سعوديين، وهذا شيء نفتخر فيه يعني. ولما نشوف احنا بعض القصص، قصص النجاح، بعض الشركات بدأت من فكرة من أشخاص شباب سعوديين أو شابات سعوديات، لا ما شاء الله أعمالهم كبيرة جدا سواء في اليوم الوطني أو غير اليوم الوطني. فهذا شيء نفتخر فيه، وهذا جزء يعني كبير من عملنا في تطوير القطاع، قطاع الترفيه. وإن شاء الله نشوف شركات أكثر وأكبر وتقدم خيارات مختلفة متنوعة بأسعار يعني معقولة ومتوفرة للجميع بإذن الله. إذا أردت، وأنا شاب طموح اليوم وأبغى أشارك بهالفعاليات أو أبغى أسس مؤسسة أو شركة أو وكالة أيا كان، وأتجه لكم في هيئة الترفيه وأنظم، وش الإجراءات اللي المفروض يتخذها أي 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 شخص يرغب بالعمل مع هيئة الترفيه؟ طبعا مجال الفعاليات أي؟ احنا حاولنا قد ما نقدر نسهل على منظمي الفعاليات أو أشخاص اللي يرغبون في الفعاليات، وبنفس الوقت نوعيهم وندربهم على إقامة فعالية بالشكل الصحيح وبالشكل الأنسب اللي يناسب الحضور اللي هم المستهدفين الرئيسيين للفعالية. الفعاليات لها جوانب أساسية كثيرة، ليس فقط الفكرة كافية، وإنما التسويق للفعالية، تشغيل الفعالية، أيضا وضع الخطط المالية والإدارية، لأنه نبغى الشركة اللي تجينا اليوم تنجح وتجينا مرة ثانية. فهذه الأشياء كلها نعمل عليها. طبعا احنا مبسطين التقديم على الهيئة العامة للترفيه، كل المطلوب فقط توجه الموقع الهيئة العامة للترفيه والتقديم وتسليم المعلومات المطلوبة، طبعا الشهادات، الإجراءات الرسمية المعروفة، سواء شهادات سجلات تجارية، أوراق معينة احنا نطلبها كبداية، بعدها نطلب معلومات الفعالية بالتفصيل. وهناك فريق للعمليات متخصص يساعد الشركات المختلفة، الشركات اللي سواء بادية أو الشركات المتقدمة في مجال الترفيه، بتقديم محتوى أفضل، تقديم تجربة زائر أفضل، وهذا اللي نعمل عليه في الترفيه. في معايير طبعا وضوابط عندكم لإقامة الفعاليات، أبغى نعرج عليها. اليوم حدث بحجم اليوم الوطني، الكل راح يفرح، الكل راح ينزل. احنا نبغى نوجه رسالة من خلالك استاذ عبد الرحمن لكل من يحتفلون في اليوم الوطني بوجود هذه الأماكن المخصصة، بوجود هذه الفعاليات، وهي رسالة يمكن احنا نشارككم فيها، انه هناك أماكن مخصصة للاحتفال، هناك ضوابط، هناك آداب عامة، والمعايير العامة للفعاليات ما هي؟ طبعا يعني أهم معيار هو احترام الجو العام، احترام من حولك من الناس. طبعا هذا أهم شيء في إقامة الفعاليات، دائما الفعاليات تكون مكتظة بالحضور، في أعداد كبيرة، احترامك لمن حولك هذا شيء مهم، لأن احنا مو بهدفنا نقيم فعالية يعني لمضايقة الناس ومضايقة الآخرين. الهدف من الفعالية كل شخص يروح ياخذ حقه من الفعالية، ينبسط، يسعد ويرجع، وهذا الغرض من قطاع الترفيه والفعاليات اللي فيه. طبعا في أداء، في ضوابط ولوائح أخرى، آداب يجب اتباعها لكل الحضور للفعاليات، سواء من عدم التدخين في الأماكن العامة، ضوابط أخرى مختلفة بما يتعلق بعدم تخريب المكان، عدم إتلاف الألعاب إذا كان في ألعاب معينة، وكلها موجودة ومنشورة اللوائح والضوابط. وإحنا حقنا على زوار الفعاليات كهيئة أنه نتأكد أن الفعالية بالفعل تحقق للزوار معايير عالية، جودة عالية، ترفيه بمستوى عالي. وفي شيء دائما الناس يسألون عنه، يحق لكل زائر فعالية خلال 10 دقائق بعد ما يشتري التذكرة، إذا ما عجبته الفعالية أو ما حس أنها بالشكل المطلوب أو الشكل اللي كان متوقعه، نعم، خلال 10 دقائق ممكن يطلع من الفعالية ويعتذر عن حضورها وياخذ مبلغ التذاكر. هذه بضمانكم أنتم هيئة الترفيه؟ نعم، نعم. يعني اليوم أنا لو اتجهت لأي فعالية وشريت التذكرة ودخلت وعشت التجربة وجدت أنها تجربة غير مناسبة، لي الحق في استرجاع المبلغ وغادر.
صحيح. هذا اذا كانت مدفوعه طبعا، احنا نتكلم عن فعاليات مجانيه باليوم، نتكلم عن فعاليات بشكل عام، ما نتكلم عن اليوم الوطني بالفعل، وهذا اقل شيء ممكن احنا نقدمه للزوار، لانه هذا حق للزائر، في حال انه ما حس ان الفعاليه هذه مناسبه له ممكن يسترجع المبلغ ومبلغ التذكرة ويخرج من الفعالية. طيب خلينا نغوص معك شوية بتفاصيل الفعاليات بالرياض، كم منطقة مهيئة للاحتفال باليوم الوطني؟ طبعا احنا تكلمنا عن استاد الملك فهد، نعم. راح يكون فيها أضخم سيرك عالمي كبير، نتكلم عن البريق الأخضر مركز الملك عبدالله المالي تكلمنا عنها، نتكلم عن طريق الأمير تركي الأول راح يكون فيه الكرنفال الوطني، البجيري راح يكون فيه الألعاب النارية في الدرعية، طبعا الألعاب النارية مميزة من نوع هذه السنة إن شاء الله، راح بإذن الله راح نحقق فيها ونطمح إن شاء الله نحقق فيها رقمين قياسيين في موسوعة كنس الأرقام القياسية. نتكلم عن استخدام ألعاب نارية ومواد ألعاب نارية في نفس الوقت في 58 منصة إطلاق في 20 مدينة، فالعمل ضخم جدا وكبير. نتكلم عن ايضا تحقيق رقم قياسي باذن الله عن طريق طيارات الدرونز اللي راح تشكل اكبر علم في سماء المملكه، طبعا في سماء الرياض وسماء جده، وراح يكون ان شاء الله الحضور لهم يعني بامكانهم رؤيه هالعلم ورؤيه هالالعاب الناريه ويسعدون فيها. طبعا الالعاب الناريه هذه السنه غير، نتكلم عن الألعاب النارية تدوم إلى 14 دقيقة، الألعاب النارية تشكيلها وضخامتها شيء كبير، وموجودة في مناطق مختلفة مثل ما ذكرت. هذه في يوم واحد ولا على مدى؟ في اليوم الوطني، في اليوم الوطني يوم 23 سبتمبر. نعم 23 طيب. سبتمبر بإذن الله. إذا احنا نتكلم عن مدن ثانية ما تطرقنا لها غير فعالية في جدة ذكرناها اللي تستخدم تقنية صح. الواقع الافتراضي، نتكلم عن فعالية سماء الأحلام راح تكون في أرض الفعاليات في أبحر الجنوبية. طبعا الفعالية ميزها أنها تستخدم مناطيد عملاقة وعروض ثلاثية أبعاد يعني وعلى أنغام فنية، فتكون حدث ضخم كبير جدا في جدة. أيضا عندنا أجيال العزم ملحمة استعراضية راح تكون على طريق الملك عبد العزيز، وعندنا أيضا استعراضات القوات الجوية في جدة عن طريق مقدمة من فريق صقور السعودية. نعم. طبعا بيستخدمون طائرات ويقدمون فيها عروض جميلة جدا بمناسبة اليوم الوطني. طيب سؤال الأخير لك اليوم، أكيد أنه بيصير في حجم حضور عالي باليوم الوطني، أول شيء كيف نوجه الناس للاطلاع على هذه الفعاليات؟ واحد. اثنين، هل من طريقة تضمن أني أنا أحضر اليوم يكون لي مكان أو مساحة للحضور؟ هل أحجز عن طريق الرزنامة؟ وش الطريقة بالضبط؟ طبعا احنا عندنا رزنامة اليوم الوطني موحدة لكل الجهات، ممكن الواحد يحصل عليها على كامل المعلومات، ينزل منها كتيب الفعاليات بالكامل. في ثلاث فعاليات احنا ركزنا عليها أنه يكون الحضور فيها عن طريق تذاكر مجانية فقط، مطلوب منهم يحجزون عشان نتأكد انه يضمن انه يضمن أيه؟ يضمن انه له مقعد. ايضا نضبط الحضور فيها اللي هي سيرك دو سولي في استاد الملك فهد، البريق الاخضر في مركز الملك عبد الله المالي، وايضا فعالية سماء الاحلام في جدة. فكل فعالية تتطلب انه الشخص يحجز قبل عشان نضبط الحضور ونتأكد من الاعداد وادارة الحشود. إذا احنا نتكلم عن معلومات الفعاليات بشكل عام، احنا ما تكلمنا عن مدن كثيرة صحيح، وكل فعالية لها حقها بالمعلومات، لكن ممكن أي شخص مهتم فعاليات اليوم الوطني يتوجه لموقع الرزنامة على موقع إلكتروني رزنامة.سي أو مواقع التواصل الاجتماعي رزنامة_سي أو يحمل تطبيق رزنامة على أندرويد وآيوس ويقدر يحصل على كل جميع المعلومات الخاصة بالفعاليات وروابطها ومواقعها، وأيضا ممكن يعرف نبذة عن الفعالية قبل يروح لها عشان يعرف معلومات أكثر عنها. احنا نعيد التأكيد أنه الفعاليات اليوم الوطني التي ستنظمها هيئة الترفيه بالتشارك مع عدة جهات حكومية ستكون موجهة في 13 منطقة إدارية وتشمل كافة مناطق
المملكة. صحيح. وهذا إن شاء الله وهذا الهدف. وهذا الهدف بإذن الله. جهود مشكورة، نتمنى لكم التوفيق فيما أنتم مقبلين عليه أستاذ عبد الرحمن. كل الشكر لكم لصناعة هذا الفرح، وشكر لك أيضا لحضورك معنا. شكرا لك أخي جمال، تحت الفرصة، ويومك سعيد إن شاء الله. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، ذلك ننهي ملف حلقتنا اليوم في هلا، فاصل ونعود. مرحبا بكم مجددا. فقرتنا الأخيرة أبدأها بالرصد الصحفي حول أكثر المقالات الصحفية زيارة على مواقع الإنترنت، والمقال الذي حظي بأكبر عدد من التعليقات بالإضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق هلا من الصحافة السعودية، نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب عبدالله العقيل بعنوان إتيكيت الواتس، يقول: أصبح البرنامج الشهير واتس أب جزءاً أساسياً من حياتنا، واستطاع خلال سنوات معدودة أن يفرض سيطرته علينا. وجود هذا البرنامج لم يعد محصوراً على العائلة والأصدقاء والأقارب، بل فتح آفاقاً جديدة لأصحاب الاهتمامات المشتركة كهواة الموسيقى والفنون والإعلام وغيرها الكثير من الهوايات. هذا الزخم في استخدام البرنامج جعل البعض يشتكي من وجوده، وأنا أحدهم. المشكلة ليست هنا، بل في طريقة البعض في استخدام البرنامج. أكاد أجزم أن كل من يقرأ هذه السطور يشتكي من شخص أو أكثر يرسل باليوم الواحد عشرات الرسائل. هذه العينات لا تفرق ولا تميز بين الناس. يعلم أنك لا تهتم بالرياضة مثلا، ومع ذلك يرسل لك كل مقطع رياضي يصل إليه. والأسوأ من هذا هو ذلك الشخص الذي يستمتع بمشاهدة مقاطع العنف الشنيعة، لدرجة أن مشهدا واحدا منها قد يبقى عالقا في ذهنك لينكد عليك طول اليوم. ولذلك يحق لنا أن نطلق مبادرة إتيكيت الواتس، بمعنى أن نكون انتقائيين فيما نرسل ولمن نرسل، فليس كل الناس لهم نفس اهتماماتنا. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة عكاظ للكاتب محمد الأحيدب بعنوان جمعية لحماية المشترك من الكهرباء، يقول: لا ينكر حالة الارتياح الكبير الذي نعيشه اليوم إلا مكابر. وحدها شركة الكهرباء تشوه حالة الفرح التي نعيشها وتنكد على الناس دون أدنى حق. لذا حق لنا ونحن في عصر ترسيخ حقوق المستهلك أن نطالب بجمعية لحماية المشترك من شركة الكهرباء تدافع عن حقوقه وتقاضي الشركة وتطالبها بالتفسيرات والمبررات والإيضاحات، بدلا من ترك أمر الإيضاح خيارا مطروحا للشركة المساهمة توظفه كيف تشاء. فمع ارتفاع استهلاك منازل خالية صيفا لسفر أهلها الذي لم تبرره الشركة بل لم تتنازل بمناقشته، وهذا ما يدعوني للمطالبة بجمعية حماية للمشترك شبيهة بجمعية حماية المستهلك. إن امتياز شركة الكهرباء وانفرادها يعيد للأذهان ما مارسته شركة الاتصالات عندما كانت وحيدة، وما حظي به المشترك من احترام وتسهيلات وارتياح عندما جاء المنافسون، فلا بد من منافس لشركة الكهرباء. المقال الذي اختاره لكم فريق يهلا من صحيفة الرياض للكاتب يوسف القبلان بعنوان نهاية قانون العيب، يقول: العيب المتفق عليه هو الأخلاق السيئة والممارسات التي تخرج على الأنظمة والقوانين، والسلوك الذي يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية. أما العيب الذي تحول مع الزمن إلى قانون فهو ازدراء بعض المهن الشريفة ورفض ممارستها لأنها في نظرهم عيب. مهن كثيرة تركها أبناء الوطن كانت مصدر الرزق للآباء والأجداد، وهذا أيضا ما يحدث بالنسبة للمهن الأخرى. فإن مخرجات المؤسسة غير ملموسة في سوق العمل، وأنها انشغلت بتخصصات نظرية مثل السياحة والمحاسبة والتسويق. وسوق العمل يحتاج إلى أعداد كبيرة بمستوى عالي من الجودة، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في استراتيجية جديدة للمؤسسة تتفق مع الاحتياجات المتغيرة وتؤهل الطلاب والطالبات لممارسة تخصصاتهم التي يفترض أنهم درسوها برغبتهم وقناعتهم للعمل بعد التخرج بمهن وأعمال تخضع لقانون العمل الشريف والمسؤولية الوطنية وليس قانون العيب. نتابع نشرتنا مع أخبار السعودية بالأرقام.
5.9% انخفاض المنشآت الحكومية في التأمينات، 27% من أرصدة الاستثمار الأجنبي الواردة للدول العربية تستحوذ عليه المملكة، 21% في العالم العربي أميون، 3454 جراحة في مجمع الملك فيصل بالطائف، 24% زيادة في مناولة البضائع بميناء جازان. وصلنا إلى ختام حلقتنا من يا هلا، إلى اللقاء.